بعد انتشار موضوع الكورونا انا بنصح كل حلاق لازم يكون عندك دايما ادوات التعقيم من اول جهاز التعقيم اللي المعدات بتكون موجوده فيه. ما ينفعش المعدات تكون متعرضه لاي اتربه او بعد استخدامها مثلا في الحلاقه انها تتساب معرضه لاي حاجه. الاختلاف عامه في الامراض دلوقتي مش منحصر في الكورونا بس، دايما بنقول الوقايه خير من العلاج. جهاز التعقيم بيمر فيه مرحلتين، المرحله الاولى بعد ما بتخلص شغلك مثلا المعدات بتتحط في جهاز التعقيم، بتحط في درجه حراره معينه، بتحفظ المعدات دي، بتساعد ان هي تقتل فيها اي ميكروب او اي فيروس موجود فيها. تاني مرحله بتخرج المعدات وبيترش عليها محلول معين بيبقى فيه نسبه كحول، وبيرجع تاني للجهاز بياخد زي دوره تانيه، وبعد كده بتخرجه وبترش عليه معقم او ستريليوم تشتغل بيه مثلا، وبتبتدي هنا بقى تشتغل. دايما في مهنتنا ممكن اقرب للعميل، انا شغلي يعني بيحكم عليا بده، لكن العميل مش ذنبه ان هو مثلا يكون انا مثلا عندي اي حاجه وابقى مقرب منه، لا، لو انا لابس الكمامه بدي العميل الراحه، وممكن بعرض على العميل كمان لو هو حابب ان هو يلبس كمامه برضه، لكن انا ده شرط عليا ان انا لازم ابقى لابسها. فهنا بتبقى الموضوع خطر لو انا مش مستخدم كلافز. كلافز بيبقى واقي، خصوصا ان وزاره الصحه حذرت من وضع الايد على الوجه لان ده بيساعد على انتشار الكورونا. رساله اخيره بقى، دايما الوقايه خير من العلاج خصوصا في المهنه دي. بنصح كل عميل لو انت داخل صالون قبل ما تبدا بص على كل حاجه حواليك، بص المعدات اللي الكابتن هيشتغل بيها خارجه منين، بص الشفره اللي هو هيستخدمها معاك، هل هي شفره بلاستيكيه استخدام مره واحده ولا هي شفره حديد، في حد قبلك مستخدمها ولسه في حد قبلك برضو هيستعملها، الفوطه اللي انت لابسها. دايما خلي عندك حرص خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي ان الفيروسات كترت والامراض قوي كترت. انت ابدا الاول، حتى لو هو يعني لقيته مش لابس كلافز انت امره قول له بعد اذنك البس كلافز. كذلك الكمامه، قول له مثلا هاتله باي طريقه ان انت مثلا خايف بسبب اي عدوى، يعني تبقى نصيحه ليه هو كمان.